بما أن التسجيل السابق قالوا ما هو واضح، لذلك نعيده كامل مكتوب. المقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الرسل السابقين، أما بعد، بما أن الله سبحانه رضي للثقلين دين واحد اسمه الإسلام، تطور هذا الإسلام من قيمة واحدة في زمن نوح عليه السلام إلى 14 قيمة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض جميعا، فلا بد من معرفة القيم من كتاب الله مباشرة. كتاب أرسله الله لجميع أهل الأرض، ثابت بنصوصه متغير باستنباطاته حسب السقف المعرفي لكل عصر من العصور حتى تقوم الساعة. يعني المصحف لكل عصر ينهلون منه على حسب مستواهم الفكري. لذلك الله سبحانه وتعالى قرر أنه ما يرسل رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تفسير الأشخاص بالقرن التاسع عشر يفيد الأشخاص بالقرن الحادي والعشرون، وما تفسيرنا الآن يصلح للقرن الخامس والعشرون. ويستحيل على شخص واحد تفسير هذا الكتاب، فرسول الله لم يفسره لأنه يحوي العلم والهدى والغيبيات وغير ذلك التي يستحيل لشخص واحد الإلمام بها كلها. لذا كتبت هذا الكتيب ليكون مفتاح لمن أراد النهل من كتاب الله العظيم. نقول باب أقسام الكتاب. الآن نبي نعرف أقسام الكتاب المصحف. في كتاب الله نجد آيات تحوي قصص وغيبيات أو رسالة أو حروف مقطعة أو تفصيل الكتاب. إذن به أربع أقسام هذا المصحف: في غيبيات سواء سابقة أو مستقبلية اللي يسمى القرآن، وفيه رسالة افعل ولا تفعل وهذا اللي يهمك أنت الرسالة، وفيه حروف مقطعة مثل ألف لام ميم مثل قاف مثلا بدايات بعض كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة برضو ما هو مطلوب منك لو ما تفهمه ما راح الله يسألك عنها يوم القيامة، هذه تفيد الناس بالمستقبل. كذلك تفصيل الكتاب، آيات لا هي فيها رسالة ولا فيها غيبيات، هذه يسمى تفصيل الكتاب. القصص والغيبيات تسمى آيات النبوة، وهي الحق التي إما قد حصلت سابقا أو ستحصل مستقبلا، سواء علمناها أو جهلناها، سواء آمن البشر بها أم أنكرها، ستحصل أو قد حصلت، مثل قصص الأنبياء السابقين ومثل الأمور المستقبلية من تكوير الشمس وانكدار النجوم والقيامة والبعث، ما راح الله يسألك عنها نهائيا. وهذا النوع من الآيات لن يسألك الله كيف ستكور الشمس أو كيف سيكون البعث أو كيف حصلت قصة صالح عليه السلام، بل يكفيك أن تؤمن بها فقط أنها حصلت أو ستحصل. لكن تفيد الباحثين مثلا بالتاريخ أو تطور البشرية، تفيد ناس معينين أنت ما هو مطلوب منك مو لازم تعرفها، لكن هي تفيد الباحثين في العلم الإنساني كيف تطورت البشرية وكيف ينمو الجنين والظواهر الكونية وغير ذلك. الجزء الثاني في التنزيل الحكيم نجد آيات الرسالة افعل ولا تفعل، وتنقسم تلك الآيات إلى قسمين: القيم الإنسانية التي توافق الفطرة، القيم التي توافق الفطرة السليمة كتوحيد الله وبر الوالدين وتحريم قتل النفس والاهتمام باليتامى، هذه قيم إنسانية تعامل فيها الهندي وتعامل فيها البرازيلي وتعامل فيها الأمريكي. الجزء الثاني من الرسالة من افعل ولا تفعل الشعائر كإقام الصلاة والزكاة، هذه حاجات خاصة فيك أنت ما تفيد الناس اللي بجنبك ولا تفيد جارك ولا تفيد أحد، تفيد نفسك أنت فقط، اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام، وهذه التكاليف لا توافق الفطرة ما لا دخل بالقيم، هذه تكاليف أمر من رب العالمين لكنها صلة بين العبد وبين ربه. ثالث نوع قلنا آيات تفصيل الكتاب ليس فيها تشريعات ولا غيبيات، كقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين، هذا خبر، آية فيها خبر، فيها تشريع لك ما فيها، فيها غيبيات لا ما فيها، فيها حروف مقطعة ما فيها، إذن هذا تفصيل الكتاب، هذا يسمى تفصيل الكتاب. الحروف المقطعة أشرنا لها. باب التدبر، كيف تفهم المصحف؟
كيف تفهم المصحف؟ اعلم عزيزي القارئ أن كتاب الله مرسل لك ولي ولكافة الناس، وتخيل أن رسول الله توفي البارحة وترك هذا الكتاب العظيم بين يديك، هل ستدبره لوحدك أم تنتظر المفسرين بعد مئات السنين؟ تنتظر أحد يوضح لك؟ طيب توفي البارح الرسول صلى الله عليه وسلم البارح وترك لك هذا المصحف، تبي تقرأه ولا ما تبي تقرأه؟ تقرأه وتبي تفهم منه شيء يفيدك أكيد على حسب مستواك الفكري. واعلم أنه لا يوجد بكتاب الله مترادفات. إيش معنى مترادفات؟ مترادفات يعني كلمتين لهن نفس المعنى. لا، ما في بالمصحف كلمتين لهن نفس المعنى، كل كلمة لها معنى، ممكن كلمة لها أكثر من معنى، لكن الترادف ما في ترادف. يعني مثلا أب غير الوالد، يعني مثلا أتى غير جاء، مثلا تستطع غير تستطع، هذا مصدر. لكن مثلا النساء ممكن الأنثى وممكن النسيء، إذن لها ممكن أكثر من معنى حسب السياق، تفهم؟ هذا التدبر، إنك الله أمرك بتدبر المصحف، ما هو بحفظه ولا بتلاوة. التلاوة تأخذ أجر لو ما تفهم، لكن التدبر أمرك الله أن تفهم، تحاول تفهم على حسب مستطاعك. وكيف تفهم المصحف؟ أول نقطة الترتيل. إيش معنى الترتيل؟ بعضهم يحسبه تحسين الصوت، لا، الترتيل هو جمع على شكل أرتال، تتضح من الآية. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل. إذن الله رتل هذا المصحف، يعني إيش؟ جاء على شكل أرتال على حسب المواضيع. إذن هو تقسيمه على شكل أرتال، وأمرنا الله بالترتيل عاد، أوزد عليه ورتل القرآن الترتيل. يعني إذا تبي تفهم معنى الكفر، جيب جميع آيات التي ذكرت الكفر، اللي حطيتها قدامك الآيات كلها يتضح لك المعنى، تعرف معنى الكفر. مو تأخذ آية واحدة وتقول هذا معنى الكفر، لا، تجمع جميع الآيات اللي حوت الكفر يتضح. مثلا نسوي لكم تمرين حلوه بالبيت، المدرس لازم يرجع يقول مثلا لفهم معنى القلم. الحين نجد بالمصحف كلمة القلم، يتبادر على ذهنك على طول انها القلم، لا، هو في معنى شامل. اجمع كل الآيات اللي ذكرت القلم يتضح لك المعنى. رتل الآيات التالية، يعني اجمعها على شكل رتل. الآية رقم 1 من سورة القلم، الآية رقم 4 من سورة العلق، الآية رقم 44 من سورة آل عمران، الآية رقم 27 من سورة لقمان، يتضح لك المعنى. ستجد معنى عام للقلم وهو التمييز، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة أقلام، إذن تمييز، كل واحد يميز قرعة عن الثاني. ستجد معنى عام للقلم وهو التمييز، ومعنى خاص هو ما نسميه القلم، وهو جزء من المعنى العام، حيث أن القلم الذي تكتب به تميز به كل حرف عن الآخر. إذن حتى القلم هذا نميز فيه الحروف عن بعض، لو تكتب الحين بحبر أبيض على ورقة بيضة ما ميزت شيء، ما استفاد من القلم، لكن عندما تكتب الباء واضح والنقطة تحت والتاء نقطتين فوق، إذن ميزنا الحروف عن بعض، إذن هو برضه جزء من التمييز. قلنا أول شيء الترتيل. طيب في كلمة مثلا استعصت عليك وانت مرتلهن، ترجع الكلمة إلى جذرها، كلمة مثلا ما تدري ايش معناها، رجعها لجذرها، جذرها اللي هو الثلاثي، الفعل الثلاثي، يتضح على طول المعنى. إذن نشكركم على الاستماع هذا الجزء الأول من الحلقة من كتيب هذا ديني، إن شاء الله نلاقيكم في حلقة أخرى، وشكراً.